أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. من صحيفة الزمان: قصرا المخفيين أو الكشف عن أعداد المخفيين قصرا في العراق وموجة نزوح جديدة في كردستان. صحيفة البصائر: قوة الحكومية تشن حملة اعتقالات ممنهجة في الموصل. من صحيفة المدى: 60 طلبا لرفع الحصانة عن نواب متهمين بالتشهير والفساد. ومن الهيئة نت: هيئة علماء المسلمين واجب الأمة مساندة أهل القدس ونصرة قضيتهم. ومن العربي الجديد: دول أوروبية تؤيد مقترحا بريطانيا لإطلاق مهمة بحرية في مضيق هرمز. من الشرق الأوسط: اجتماع جديد في فيينا الأسبوع المقبل لإنقاذ الاتفاق النووي. وأخيرا من العرب اللندنية: رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد بحسم بريكزيت بحلول تشرين الأول. أهلا بكم. شهدت الأوضاع في العراق متغيرات في مواقف قوى وأحزاب اختلفت حول كيفية التعاطي مع مسار الأحداث وخواتيمها التي وضعت العراق في النفق المظلم الذي يتخبط به من دون أمل بالخروج منه. أحمد صبري يقول في صحيفة الوطن العمانية إن مهمة إنقاذ العراق من مأزقه الحالي مهمة صعبة ومعقدة وشائكة، إلا أنها ليست مستحيلة إذا صدقت النوايا وتوفرت الإرادة السياسية والتصميم الذي يستند لخريطة طريق واضحة المعالم. هنا نتوقف عند موقف أحد أطراف العمل الوطني، هيئة علماء المسلمين، التي حافظت على ثباته من مشروع الاحتلال رغم التحديات والمخاطر، إلا أنها بقيت تسعى بجد لمعالجة تركة الاحتلال برؤية واضحة ومجسدة لآمال العراقيين بوطن موحد وآمن ومنفتح على أطراف العمل الوطني الآخر لإخراج العراق من مأزقه. وشكل المؤتمر الثالث للهيئة الذي عقد مؤخرا نقلة نوعية في مسار عملها السياسي، من حيث تعزيز دورها في أي حراك سياسي فاعل لمواجهة تداعيات تركة الاحتلال ومشروعه برؤية واضحة لمسار العمل الوطني، كما هو خطوة للأمام بتجسيد موجبات ميثاقها السياسي وتحويله من فكرة إلى رسالة وخطة عمل ورؤية مستندة لواقع الحال، وصولاً إلى حشد طاقات القوى الفاعلة الأخرى لتعزيز المسار والتوافق على خارطة طريق تنقذ العراق من حال الانقسام الطائفي وإخراجه من دائرة الاستقطاب الخارجي. لقد كان مؤتمر هيئة علماء المسلمين خطوة إلى الأمام ووقفة مراجعة شجاعة عابرة للتوريث ومعبرة عن ثبات موقفها الذي كان وما زال عنواناً لمسيرتها التي لم تنحني أمام العواصف والتحديات، وبقيت أمينة على أهدافها ورافعة راية مؤسسها الراحل الشيخ حارث الضاري. ويخلص الكاتب إلى القول إن مخرجات مؤتمر هيئة علماء المسلمين كانت معبرة ومجسدة لدورها كطرف فاعل ومؤثر في مسار العمل الوطني، فضلا عن تجديد حيويتها بدماء شبابية جديدة ستعزز من دائرة تأثيرها ودورها في داخل العراق كطرف منفتح على القوى الرافضة لمشروع الاحتلال وأدواتها الطائفية. طفت على السطح مؤخراً بعض أجزاء حطام العلاقات بين الولايات المتحدة وحكومة العراق بسبب معلومات تتعلق بتهديد وشيك لمصالح أمريكية في العراق من قبل الميليشيات التابعة للحرس الثوري. حامد الجيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الأزمة تكمن في التوجيهات الإيرانية التي لا تريد حتى أن تداري المواقف الرسمية المعلنة لحكومة العراق. الولايات المتحدة عثرت على الصندوق الأسود الغارق من حطام علاقاتها مع حكام العراق، وبعد تحليل المعلومات تأكد لها أن الطائرات المسيرة التي استهدف شركة أرامكو في السعودية انطلقت من العراق. التداعيات كانت سريعة في الأيام الماضية بعد تضارب الأنباء حول قصف المعسكر الإيراني للحرس الثوري
في منطقة آمرلي، حتى بما صدر عن الميليشيات ذاتها بعد الضربة أو ما تشذب منها بعد أيام إثر الإملاءات الواضحة، إلا أن الأجزاء الكبيرة الطافية من انعدام الثقة في النظام السياسي كانت فيما قاله وكيل وزير الخزانة الأمريكية سيغال ماندلكرل، الذي أكد على أن المسألة ستستمر بملاحقة المسؤولين الفاسدين في العراق. إدارة ترامب عندما نبهت بطوارئ غرق العلاقات الأمريكية مع النظام السياسي في العراق أثناء زيارة بومبيو، أرادت أن تضع المسؤولين في صالة إنعاش لاستعادة وعيهم في طبيعة بناء علاقتهم مع ولاية الفقيه، لكن الصدمة التي تلقتها الولايات المتحدة كانت في الموت السريري للنظام الذي استسلم تماماً لمصيره وتبعيته العقائدية للملالي، تاركاً رد الفعل لإدارة ترامب للتعامل مع السلطة في العراق كنظام خاضع بالمطلق لأهواء المرشد وحرسه وميليشياته. الكاتب يرى أن زيارة بومبيو لبغداد وضعت سلم طوارئ لحكام العراق ليهربوا من بناية النظام الإيراني التي على وشك السقوط، لكن من يستمع لصوت العقل وهو محاط ب 67 ميليشيا إيرانية؟ غريب هذا الاندفاع الحماسي الذي تبديه حكومة عادل عبد المهدي في التعامل مع أزمة ناقلات النفط في مضيق هرمز، أو بالأحرى وساطة العراق لإطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية في محاولة إثبات لأننا قادرون على حل الأزمات الكبرى. علي حسين يدعو في صحيفة المدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى حل أزمات العراق المستعصية وإنقاذ سفينته التي غرقت في بحر الفساد. نجد أنفسنا لا نتعاطى مع القضايا الصغيرة كقضية تعرض فتى في 13 من عمره لاغتصاب جماعي من قبل مجموعة من الوحوش البشرية، وكيف عجز القانون عن مواجهة المجرمين، وماذا فعلت عشائر الوحوش وهي تهدد عائلة الضحية بالتهجير أو القتل إن لم تصمت. هكذا هي ديمقراطية عشائرنا، وهذه هي الدولة التي يراد لها أن تقف إلى جانب الظالم وتسخر من المظلوم. والأصعب من ذلك أن المجتمع بأكمله أصيب بحالة من الصمم إزاء مثل هذه الجريمة، لأننا منشغلون في البحث عن حل لأزمة السفينة الإيرانية، ولهذا قرر مجلس النواب مشكوراً أن يسطر لنا قانون انتخابات على مقاس الكتل الكبيرة. والتظاهرات التي خرجت من أجل إصلاح قانون الانتخابات شرب عليها محمد الحلبوسي قدح ماء مثلج من أجل أن يشرع للكتل الرئيسة قانوناً على وفق رغباتها ومطامعها. ربما يقول البعض جميل أن يسعى العراق لاستقرار المنطقة، وجميل أيضاً أن تسعى حكومتنا للتوسط في الأزمة الإيرانية، لكن من يحل أزمات سكان السفينة العراقية وهم يعيشون في ظل قائمة طويلة ممتدة عنوانها الفشل والخراب والفساد الناتج من الزواج الكاثوليكي بين السلطة والمال؟ الكاتب يرى أن البرلمان يسعى إلى أن يهرب أو يهرب بسفينة الوطن إلى الخلف، يتجاهل الاحتجاجات والاعتصامات، محاولاً أن يوهمنا جميعاً أن معركة العراق الحقيقية ليست مع الطائفية والانتهازية والمحسوبية وسراق المال العام، وإنما في قانون يضمن لرموز الأحزاب الاستمرار في الجلوس على أنفاس الشعب. العالم وبضمنه العالم العربي حريص على أن لا تنشب حرب جديدة في المنطقة بسبب سياسات إيران وطريقة تعاملها مع أزمتها. لا يتعلق ذلك الحرص بالخوف من إيران بل عليها، فليس هناك مزاح في حسابات الربح والخسارة في مسألة من ذلك النوع. فاروق يوسف يرى في موقع ميدل إيست أونلاين أن إيران بعكس مناصريها لا تمني نفسها بالانتصار في تلك الحرب، كيف تنتصر والعالم كله ضدها؟ إيران هي الطرف الذي ستدمره الحرب، ميزان القوى يؤكد ذلك. وإذا ما كان مناصرو إيران يعتقدون أن قوى خفية ستعين إيران في حربها وستبعد عنها الدمار، فإن النظام الإيراني يعرف جيداً ألا وجود لتلك القوى. لذلك فإن على إيران تقع مسؤولية التفكير في البحث عن حلول للخروج من الأزمة،
التي هي فيها من غير الوصول إلى حافة الحرب. اللاعب الإيراني على الوقت لا معنى له أبداً. فما من أمل في أن تتراجع الولايات المتحدة عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها، كما أن أحداً في العالم لا يملك القدرة على مد طوق النجاة لها في ظل الإصرار الأمريكي على أن المفاوضات المباشرة هي البديل عن الحرب، وهو حل مثالي بالنسبة للجميع. وإذا ما كانت إيران لا ترى في المفاوضات حلاً عادلاً لأزمتها، فإنها كما يهدد العالم بالحرب التي لا يرغب في وقوعها أحد. ما يحدث على الجانب الإيراني يمكن اعتباره نوعاً من المراوغة السياسية التي لا علاقة لها بما يفكر فيه خصوم النظام الإيراني، الذين يشعرون أن تلك المراوغة لا تمت بصلة إلى أصل الصراع. وبحسب الكاتب، فإنه ليس من الصائب أن يفكر الآخرون في حل سلمي لأزمة إيران، فيما يصر النظام الإيراني على اللعب بالنار. الصحيح أن يترك الإيرانيون عزلتهم ليتصرفوا وفق ما تمليه عليهم تقديراتهم، والخوف على إيران له حدود، وهي حدود تنتهي حين يكون الأمن العالمي في خطر. كان لافتاً تصريح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبردين حول نية الرئيس عباس عقد سلسلة اجتماعات هامة خلال الأيام المقبلة. قرارات مصيرية بشأن العلاقات مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها، رداً على عمليات الهدم الأخيرة التي نفذتها سلطات الاحتلال. محمد خروب يتساءل في صحيفة الرأي الأردنية، هل حسمت السلطة الفلسطينية أمرها؟ وإذ دأب الناطق نفسه تكرار مقولة اتخاذ قرارات مصيرية، إلا أن هذه المرة تكاد تختلف في أبعادها ومن طولت عليه عمليات التطهير العرقي التي شاهدها العالم في صور باهر المقدسية، المنطقة التي أعملت فيها جرافات الاحتلال تدميراً وخراباً، وهي المصنفة كمنطقة أي وفق تقسيمات أوسلو الكارثية. لكن سلطات الاحتلال لا تقيم وزناً لهذا التقسيم ولا تعترف به، إلا إذا حاولت السلطة، ونادراً ما تحاول، مد سلطتها الإدارية على منطقة بي ومنطقة سي التي تشكل 60% من مساحة الضفة المحتلة، حيث عقدت حكومة العدو العزم على ضمها لدولة الصهاينة، متمنية على ترامب الاعتراف بحقها باتخاذ خطوة كهذا، كون الضفة الغربية هي أرض الأجداد ومكان دولة اليهود. ليس للقيادة الفلسطينية ما تخسره إذا ما أقدمت على تجميد أو وقف العمل أو إلغاء الاتفاقات التي وقعتها مع سلطات الاحتلال، بعد إن لم يعد ثمة كوابح أو أضواء حمر يمكن ردع نتنياهو وحكومة اليمين الفاشي في مواصلتهم عمليات الطمس على حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا رفض الاعتراف به ومقاومة أي محاولة لمنحه حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. ويختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن التحذيرات والتخوفات التي يبديها البعض إزاء عواقب اتخاذ قرار مصيري كهذا لا تعدو كونها نصائح مغرضة تستهدف ضمن أمور أخرى مواصلة الاتكاء على اتفاقات ماتت منذ فترة طويلة. ما لم تختبئ مفاجأة من العيار الثقيل وراء الكواليس في مجلس العموم البريطاني، الأرجح أن يشهد نهار الأربعاء انتقال دفة حكم المملكة المتحدة من تيريزا ماي إلى الآتي بوريس جونسون. بكر عويضة يقول في صحيفة الشرق الأوسط، إنه صحيح أن ماي تغادر منصب رئاسة الوزراء وبريطانيا منقسمة على نفسها سياسيا، لكن الأمر المرجح كذلك أن تسلم جونسون الحكم سوف يزيد عوامل الانقسام غليانا وربما يضاعف حدتها. أحد أبرز أسباب تزايد حدة الانقسام داخل المملكة المتحدة في ظل حكومة برئاسة بوريس جونسون يتمثل في شخصية الرجل نفسه أولاً ثم سياساته ثانياً. ضمن هذا السياق، هناك تيار يرى أن مجرد وصول جونسون إلى منصب وزير خارجية بريطانيا 2016-2018 كان في حد ذاته خطأ تتحمله تيريزا ماي وزره بالدرجة الأولى،
أنصار هذا الزعم رأوا آنذاك في شخصية الرجل من الخفة ما يتعارض مع أهمية المنصب وحساسيته. أما في شأن سياسات جونسون فإن انقسام الرأي يذهب أبعد من حدود الخلاف حول الشخص كي يمس جوهر مضمون ما بعد تسلمه رئاسة الوزراء. أول المخاوف في هذا السياق يخص التوجهات فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إصرار جونسون على إتمام تطبيق بريكزيت بالخروج نهائيا من الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول المقبل حتى لو يتم التوصل لاتفاق مع قيادة الاتحاد في بروكسل. هكذا سيناريو إذا جرى الأرجح أن يؤدي إلى نوع من الانشقاق الأسكتلندي حتى لو لم يعلن رسميا وظل في شكل جفاء سياسي، بالإضافة إلى تململ في كل من ويلز وإيرلندا الشمالية. الكاتب يقول إن بوريس جونسون يأتي إلى حكم مملكة غير متحدة في الموقف من التعامل معه شخصيا ومع سياساته. ترى هل يمكن بما يملك من مواهب في تغيير مواقفه من التغلب على تعقيدات ما يواجهه؟ في العمل السياسي ليس ثمة ما هو ثابت وغير قابل للتغيير. فتحت السلطات القضائية في ولاية أوتراخاند شمالي الهند تحقيقاً قضائياً في ولادة 216 طفلاً في 132 قرية تابعة لمدينة أوتركاشي، جميعهم من الذكور خلال 3 أشهر، ولم تسجل خلالها أي ولادة لأنثى. ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية أن هذه البيانات أثارت اهتمام أحد المسؤولين في السجل المدني الذي بادر إلى إبلاغ السلطات بشكوكه حول تعمد إجهاض الأجنة الإناث وتفضيل الذكور عليها. ونقلت الصحيفة عن أشيش تشوهان مدير مقاطعة أوتركاشي قوله إن معدل ولادة الإناث في القرى كان مثيرا للشبهات ويلقي الضوء على عملية إجهاض واسعة للأجنة الإناث. وأضاف وضعت السلطات القرى 232 التي لم تشهد ولادة أي أنثى خلال 3 أشهر تحت مؤشر المنطقة الحمراء، ما يعني أن البيانات المحلية ستخضع للتدقيق. قدمت شركة جوجل مؤخرا طلبا لنيل براءة اختراع لمشروعها الجديد الذي قدمته في أوروبا والذي يقضي إنشاء محرك بحث خاص بالأطفال. ووفقا لموقع الخليج أونلاين تستهدف جوجل بمنتجها الجديد الأطفال في سن الحضانة، حيث يستخدم المنتج المحتمل واجهة فقاعية صديقة للأطفال تتفاعل معهم من خلال الصوت. وسيكون هذا المنتج منفصلا عن مساعد جوجل الذي يسمح بالفعل للأشخاص بإجراء عمليات البحث عن طريق الصوت على أجهزتهم. وتشير المستندات التي تفصل براءة الاختراع إلى أن المنصة تستهدف على وجه التحديد الأطفال الذين لا يستطيعون قراءة الكلمات والذين هم أصغر من 3 سنوات، ويمكنهم التحكم في وظيفة البحث من خلال انفجار الفقاعة التي تظهر على الشاشة، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى التحدث عن الموضوعات المتعلقة بالعمر مثل الحيوانات أو الألعاب. والآن نتابع الكاريكاتير.
الختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.